أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدما وبقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكمية كبيرة تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس وفدا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة النائب توم كولر رئيس لجنة المخصصات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من مجلس النواب الامريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسه النائب توم كول رئيس لجنه المخصصات وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين في الخارج المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية حيث حرص وفد الكونغرس على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية حيث أوضح السيد الرئيس في هذا السياق ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي قدما بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وانفاذ المساعدات الانسانيه بشكل فوري وبكميات كبيره تكفي لانهاء الازمه الانسانيه المتفاقمه، واشار السيد الرئيس الى الجهود المصريه القطريه الامريكيه المشتركه على مدار الفتره الماضيه، موضحا ان الامر يتطلب اراده سياسيه من جميع الاطراف وضغوطا مكثفه من المجتمع الدولي لتحقيق التقدم الملموس يتيح استعاده الامن وفتح الطريق للسلام. وفي ذلك السياق دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس واعضاء الكونغرس الامريكي بشان حل الدولتين، حيث اكد السيد الرئيس ان اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله هو السبيل لنزع فتيل التوتر الاقليمي وتعزيز مسار السلام والامن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقه ويمهد الطريق للاستقرار والتنميه والازدهار. وفي ذلك الاطار تم استعراض الموقف الاقليمي الشامل وما تشهده المنطقة من أزمات وجهود مصر لتسويتها واحتوائها واضاف المتحدث الرسمي ان اعضاء الكونغرس الامريكي اكدوا خلال اللقاء اعتزازهم واعتزاز بلادهم بالشراكه الاستراتيجيه الراسخه بين مصر والولايات المتحده مثمنين دور مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بذل الجهود المتواصله لارساء السلام والاستقرار ومؤكدين دعم الولايات المتحده لمصر وحرصها على استمرار التشاور والتنسيق المشترك في مختلف الملفات بما يصب في صالح السلم والامن على المستويين الاقليمي العلمي والدولي